هيدي خبرية. خبريتنا الحلوة لليوم عن تماثل أول مصاب بالكورونا بلبنان للشفاء. فبظل الجهود اللي عم بتقوم فيها وزارة الصحة لاحتواء فيروس كورونا والعمل على عدم انتشاره، ما تسجل تاريخ امبارح 3/3/2020 أي حالة جديدة، فيما صدرت نتيجة فحص السيدة اللي تشخصت بكورونا كأول حالة بلبنان وإجت سلبية، على أنه تم معاودة الفحص المخبري لهيدي الحالة اليوم، حيث رح يتم إخراجها من المستشفى لبيتها عند تأكيد النتيجة السلبية الثانية للفحص المخبري، بوقت أعلنت منظمة الصحة العالمية القضاء على خطر احتمال تطور فيروس كورونا لوباء. وانتو كمان فيكن تشاركونا خبرياتكن الحلوة وتبعتولنا أخباركن عبر الكومنت. وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.